السلام عليكم. اليوم عندنا حصة ثانية متوسط. إذا الآن سو هاد التمرين هذا، هاد التمرين هو عبارة على تمرين فيه كلمات ونفهموش معناتها. كلمات راح يكونوا عندكم جدد سي فغي، لكن حنتعلموهم. أوكي، لما نقول لك مثال قبل ما ندير هنا، ندير هنا كتبها عندي. أوكي، سو قلنا لما نقولوا الداف، أوكي، الداف بيرسون هو إنسان اللي ما يسمعش. أوكي، إنسان ما يسمعش. لما نقولوا بلايند بيرسون هو انسان اللي ما يشوفش، اعمى. اوكي، الدام بيرسون هو انسان اللي ما يتكلمش، يعني نقولوا دام بيرسون حتى ما يتكلمش. هادو الكلمات اللي نستعملوهم يعني في الحياه اليوميه تاعنا. اوكي، انسان ما يسمعش، انسان ما يشوفش، انسان ما يتكلمش، لكن الباقيه حنشوفهم كيف كيف. لما يقول لك بيرسون هو كانت سبي هو كانت سي، انسان ما يشوفش، حنقول عليه بلايند بيرسون، يعني انسان ما يشوفش. لما نقولوا انسان who can't speak يعني ما يتكلمش، راح نقولوا عليه a dumb person، يعني انسان ما يتكلمش. a person who can't hear يعني ما يسمعش، راح نقول عليه deaf person. اوكي، صار deaf ما يسمعش. الان عندنا a person who can't see well، تسمى انسان ما يشوفش مليح. اوكي، احنا باش نعرفوا ما هما واش نقولوا، اول كلمه انا عندك visually، اوكي، speech and hearing. اوكي، لما نقولوا واش معناتها visually، يعني كلمات كلمه فرنسيه نقولوا visual، سي سا سي لا في. اوكي، لما نقولوا hearing كلمه hear يعني يسمع، لما نقولوا speech ولا كلمه speak يعني يتكلم. سو انسان اللي ما يشوفش مليح، he can't see، نقولوا he has visual impaired. اوكي، الانسان who can't hear well ما يسمعش مليح، اوكي، well يعني مليح، نقولوا عنده hearing impaired person، ما انسان ما يسمعش مليح، عنده hearing problem. والانسان who can't speak well ما يتكلمش مليح، نقولوا عنده speech impaired person. اوكي، هادو الاهم. المهم نعرفوا هاد لي 3 مو، هذا هو الصح. اوكي، من بعد الكلمات نعرفوها هي hearing. hearing من كلمه hear، اوكي، hear معناتها يسمع. اوكي، لما hear هي نسمع. لما نقول لك visual، اوكي، visually يعني visually، sorry visually معناتها من كلمه visual ولا لا في ما نقولوا، ولا ايضا نقولوا عليه ما يشوفش مليح. اوكي، عنده مشكل تاع لا في. ولا عندنا speech، ايضا كلمه speak يعني عنده problem تاع الهضره. هذا هو التمرين اللي حنقول لهم. قال لك ملاحظة، it's better today to call a disabled handicapped person. اوكي، تسمى الانسان كي عطوا له بكير زانديكابي، ولا بالانجليزية يقولوا disabled. اوكي، person with a physical impairment، ما عطوا لهمش انسان handicapped، لكن عطوا له انسان ذوي الاحتياجات الخاصة، فوالا كيما هكا بالعربية. اوكي، سو انسان خاصو حاجة، زعما خاصو حاجة. اوكي، علاش؟ par respect. اوكي، this show my respect for others for these people. لما تقولوا handicapé حطي حلو بقيمته، لما تقولوا انسان ذوي الاحتياجات الخاصه ولا كش قول بالعربيه، هذا مثال نورمال ماشي كيما handicapé لان عيب. اوكي، احتراما هذا مثلا. دونك نحيكم المايك واللي عنده سؤال يقول لي. اوكي، نعم، كل مرة رابعة وسمعناها. أما رابعة هنايا؟ هنايا هادي. يا hearing، كيف نقولك أنا hearing، كي نحي الـ ing، أوكي؟ hear هو نسمع. نسمعك، أوكي؟ أوكي. الباب to hear هو نسمع. كي نحي الـ، كي تلف لك، نحي الـ r. وش معنى ear؟ ما ايه ماي ايه هي ودني حاشاكم. اوكي، ماي ودني معناتها ايه هي ودني. كي نديرو الاي هي هير معناتها نسمع. ها سو كي نحو الهيت ايه اي اي ار هي ودني. اوكي، ودني. كي نحي الهيت، كي ندير الهيت نرجع هير نسمع. اوكي، هيرينغ معناتها السمع. ها هذه هي فيجوال. يس، فيجوال هي نعم. اوكي، الان عندنا هذا التمرين هذا. اوكي، قال لك اي فيل جاب. نعم، ما تقدري تكتبيهم لنا بالعربي؟
علاش بديري الناس بالعربي؟ نعم حتى انا شنو قلت لك السؤال هذا كبينا بالعربيه ما عنديش العربيه ماهوش في العربيه مانيش في العربيه بالعربيه بعد انا نقول لك عليهم تكتبهم عندك اوكي شكرا قل لي انا قل لي وانا نجاوبك اما هي ميتاتي وداف داف هو انسان انا كبرك اوكي داف هو انسان ما يسمعش اوكي ما يسمعش نقول لك اي كانت هي كانت هير اوكي هير معناتها الفعل اسمع اي هير يو ولا نسمعك اوكي بلايند هو الانسان اللي ما يشوفش هي كانت نقول لك سي اوكي الانسان ما يشوفش بلايند بلايند بيرسون هو انسان ما يشوفش A dumb person هو الإنسان can't speak. Okay. أنا أقول لك هكا أنت إذا عندك أكتب العربية أكتب العربية ما كاش مشكلة. Okay. نعم. نعم. نخا هذه هي أوكي هي هي كلمة هذه hearing مقسومة على ثلاثة أوكي إذا نقولوا ear أوكي ear هي ودنية ودني my ear ودنية أوكي لما نقول لك hear هو الفعل I hear نسمع أوكي hear معناتها نسمع ear معناتها ودني hear معناتها نسمع visual هي كلمة فرنسية من la visualité ولا نقولوا لا في اوكي كما نقولوا فرنسيه لا في اوكي ولا يعني لا في تاعنا اوكي كيش نقول لا في بالعربيه لا في ولا نقولوا النظر مين النظر فوالا النظر اوكي لا في ولا النظر فوالا دافما اوكي يس الان ديو تاست واحد اوكي باش تحلو تمين كيف كيف تاست واحد قالك اي فيل ان ذا جاب تو نو هاو تو كول ايتش ديزايبل تشايلد اوكي عندنا هنا ناس وش نقولوا عليها مثال اوكي مثال هذا وش نقول عليه هذه مثال تهدر بليسين وش بيها ميس ميوت هذه اوكي ما اوكي وش اما على تتكلم نعم اما على تتكلم يا ما تهدرش اوكي وش نقول عليها وش نقول عليها ما تهدرش someone who can't speak can't speak يا وش نقول عليها؟ dumb person اوكي؟ قلنا a person who can't بالعربية قلنا صماء فوالا exactement اوكي؟ انسان تهدر بليسين معناتها ما تهدرش اوكي؟ هذا مش الوالدة تاعي نعم كاينين ما يمشيش ولي ولي ما يهدرش وكذا ايه كاين يتعلموها لكن اون جينيرال هما الانسان ما يهدرش يديروا له هذا الاسم باش يهدر بها باش يفهم الناس اوكي هاد الانسان واش بيه معاق معاق لكن واش عنده عنده مشكل تاع عجليه لا لا وي ماتا عنده مشكل اي كان يا نقولوا هي كان نعم كان سبيك لا لا ولا كان هذا هذا ايه نقولوا هو كانت وورك ما يمشيش اوكي ما بقاش يمشي إنسان who can't work, okay? نور نعم أدام أدام نمبر ثري شو قول نمبر ثري شو قول عليها ما تسمعش علي دي عندك ميوت نمبر ثري وش بيها كل تسمع تسمع ما تسمعش هذه يلا miss she can't hear well yeah she can't hear well نقولوا she can't hear well yes ولا نقولوا ما تسمعش كاع اوكي we can't say عندها deaf نقولوا deaf person نقولوا عندها hearing اوكي hearing نقولوا in press اوكي impaired اوكي person انسان ما يسمعش مليح اوكي نقولوا hearing impaired person اوكي وهذا وش بيه؟ blind person لا لا very good مكفوف نعم ما يشوفش مكفوف فوالا نقولوا فوالا مكفوف very good اوكي سو هادو حيكون يتعلموا كما نقولوا سان فوكابولار هذا ماشي غرامير فوكابولار اوكي